إن سياسة التحرير والفتح التي انطلقت في عهد الخلفاء الراشدين قد حققت نجاحا باهرا، حيث استطاعت الجيوش الإسلامية في عهد الدولة العباسية أن تصل حدودها إلى الأندلس غربا والصين شرقا، وقد استطاعت الجيوش الإسلامية أن تهزم أكبر إمبراطوريتين في العالم، حيث تمكنت من خلال توحيد أبناء القبائل العربية ضمن إطار الأمة الواحدة وتأمين المجال الحيوي للدول العربية الإسلامية أن تنمو وتتطور على أرضية ملائمة اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا. لقد تساءل العديد من الباحثين عن السر الذي يقف وراء هذا النجاح العظيم الذي حققه العرب المسلمون في حروب التحرير، وحاول البعض البحث عن ذلك السر في الضعف الداخلي الذي كانت تعاني منه الإمبراطوريتان الساسانية والبيزنطية من انقسام ديني وتباين اجتماعي وإنهاك نتيجة الحروب الطويلة، غير أن هذه العوامل على أهميتها هي سلبية ساعدت العرب المسلمين على التغلب على هاتين الإمبراطوريتين. إن العامل الإيجابي المحرك للأحداث الذي وحد أبناء القبائل العربية المتفرقة وأوجد لديهم الحافز المعنوي على الجهاد والاندفاع في حروب التحرير هو الإسلام، فالقوة الدافعة في الدين الجديد وقوة الشعب العربي وتحفزه واجتماع حكمته كانت سر تفوقه. وهكذا حقق العرب أعظم أمجادهم بالإسلام، وحقق الإسلام أكبر نجاحاته بالعرب، فلا عجب أن يبقى الإسلام والعرب متلازمين في نظر مختلف شعوب الأرض مدة طويلة من الزمن. وسنحاول في هذا الفيديو أن نسجل الأحداث التاريخية الإسلامية ممثلة بالفتوحات التي قام بها المسلمون وسطروا من خلالها أروع البطولات في التضحية والعطاء وأعظم الانتصارات على ساحات المعارك. فتح مكة أعظم فتح في التاريخ الإسلامي. حدث هذا الفتح في 20 من رمضان في السنة 8 من الهجرة. عدد جيش المسلمين الفاتح 10,000 مقاتل يقودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسببها أن قريشا نقضت ما كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وقد كان في بنود الصلح أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه. فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. وحدث أن اقتتلت بكر مع خزاعة واعتدت عليها، فساعدت قريش سرا بني بكر بالسلاح، كما قاتل رجال من قريش ليلا مع بني بكر، وعليه فقد نقضوا الصلح بهذا العمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لا يحق لهم أن يفعلوا ذلك. فانطلق بديل بن ورقاء مع نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما أصيبوا منهم وبمساعدة قريش لبني بكر، ثم عهدوا. وقدم أبو سفيان إلى المدينة ليستطلع الخبر وليصحح خطأ قريش ويوثق الصلح الحديبية ويزيد في مدته. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، وذهب إلى أبي بكر ليكلم له رسول الله، فقال أبو بكر: ما أنا بفاعل. وقابله عمر بأشد مما قابله أبو بكر، وذهب إلى علي فكلمه أن يشفع له عند رسول الله، فقال له علي: ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. ثم وجد أبو سفيان أنه غير مرغوب فيه بالمدينة، فخاف على نفسه وانطلق عائدا إلى مكة خائبا. وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزو وأمر المسلمين بذلك دون أن يحدد لهم وجهة سيره،
ثم أخبر الناس بعد ذلك بأنه ذاهب إلى مكة، وقال لهم: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. وأرسل حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاه امرأة وجعل لها أجرا على إيصاله، فوضعته في رأسها ثم فتلت عليه شعرها وخرجت به. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما فعله حاطب، فبعث علي بن أبي طالب والزبير وقال لهما: أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش يحذرهم ما أجمعنا عليه في أمرهم. فخرجا فأدركاها واستخرجا منها الكتاب. واستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ فقال حاطب: يا رسول الله، إني لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت وما بدلت، ولكني كنت امرئا ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل، فصانعتهم عليهم. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه، فإن الرجل قد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر يوم بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر مضين من رمضان، فصام وصام معه الناس حتى إذا كان بالكديد أفطر، ثم مضى حتى نزل في مر الظهران قريبا من مكة. وخرج أبو سفيان في نفر يستطلع حول مكة، فقد كان به هاجس لا ينام، ورأى نيرانا كثيرة، فاقترب فلقيه العباس وأخبره بأن هذا جيش المسلمين، فخاف أبو سفيان. ثم إن العباس أجاره وأردفه وراءه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل به على النبي، ثم أسلم أبو سفيان في الصباح، وشهد استعراض النبي صلى الله عليه وسلم لجيشه. فقال أبو سفيان: لا طاقة لقريش به، فأسرع إلى مكة وأخبرهم بذلك، وقال لهم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ووزع النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ليدخل مكة من أربعة مداخل، وعلى رأس كل جيش قائد، وهم الزبير بن العوام، وأبو عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد، وسعد بن عبادة. وشهد جيش خالد قتالا مع المشركين، فقتل منهم ما بين 12 رجلا و13، ثم انهزموا. وفيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أناس من المشركين، وأهدر دمهم ولو تعلقوا بأسار الكعبة، فقد آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اطمأن الناس بمكة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت سبعا على راحلته، ثم حطم الأصنام ومسح صورا داخل الكعبة وطهرها من رجس الشرك. فتح الشام. كان خالد بن سعيد بن العاص أحد قادة حروب الردة، معسكرا بقواته في تيماء شمالي الحجاز بأمر من الخليفة الذي ألزمه بألا يقاتل أحدا إلا إذا قتل. وقصد الخليفة بذلك أن يكون هذا الجيش احتياطيا يمد عند الضرورة القوات المحاربة في جهات أخرى، وأن يراقب تحركات الروم، لأنه كان على يقين أنهم سوف يستغلون فرصة انشغاله بحروب الردة ويكرروا عدوانهم. وحدث ما توقعه أبو بكر الصديق، فقد هجم الروم على جيش خالد ومعهم القبائل العربية القاطنة في الشام، وألحقوا به هزيمة قاسية وقتلوا معظم جنوده، واستشهد ابنه في المعركة. فلما وصلت أخبار الهزيمة إلى الخليفة أبي بكر، جمع كبار الصحابة لدراسة الموقف، فاستقر رأيهم على ضرورة صد العدوان، وشرع أبو بكر في حشد أربعة جيوش لتحقيق ذلك،
جيش بقيادة أبي عبيدة بن الجراح وجهه إلى حمص شمالي الشام، وجيش بقيادة يزيد بن أبي سفيان وجهه إلى دمشق في وسط الشام، وجيش بقيادة شرحبيل بن حسنة ووجهه إلى الأردن، وجيش بقيادة عمرو بن العاص ووجهه إلى فلسطين. وقال أبو بكر لقادة جيوشه: إذا عملتم منفردين فكل واحد منكم أمير على من معه من قوات، وكان كل واحد منهم نحو 8000 جندي، ثم أمير على المنطقة التي يفتحها. أما إذا ألجأتكم الظروف إلى الاجتماع في مكان واحد فالقائد العام أبو عبيدة بن الجراح. تحرك القادة الأربعة بجيوشهم، فلما دخلوا جنوبي الشام وجدوا جيش الرومية قوامه نحو 250,000 جندي بقيادة تذراق أخي هرقل، يساندهم نحو 60,000 من العرب تقريبا بقيادة جبل بن الأيهم الغساني. فلم يستطيعوا الالتحام مع هذه الجموع الحاشدة، فدارت بينهم مراسلات تجمعوا بعدها في وادي اليرموك تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح. لكن تجمعهم لم يؤدي إلى تحريك للموقف ضد الروم، فأخبروا الخليفة أبا بكر بما هم فيه وطلبوا المدد منه، فرأى أنه لن ينقذ الموقف في الشام سوى خالد بن الوليد، وقال عبارته المشهورة: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. ثم كتب رسالة إليه: أما بعد، فإذا جاءك كتابي هذا فدع العراق وخلف فيه أهله الذين قدمت عليهم وهم في وامض، متخففا في أهل القوة من أصحابك الذين قدموا العراق معك من اليمامة وصحبوك من الطريق وقدموا عليك من الحجاز حتى تأتي الشام، فتلقى أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من المسلمين، فإذا التقيتم فأنت أمير الجماعة والسلام عليك. امتثل خالد لأوامر الخليفة وسار من العراق في 7,000 جندي في واحدة من أجرأ المسيرات العسكرية في التاريخ وأكثرها خطرا، حيث قطعوا أكثر من 1,000 كيلومتر في 18 يوما في صحراء قاحلة مهلكة حتى وصلوا إلى وادي اليرموك. فتسلم خالد بن الوليد القيادة من أبي عبيدة وخاض معركة مع الروم تعد من أعظم المعارك وأبعدها أثرا في حركة الفتح الإسلامي، وسحق جيش الروم الذي كان يعد يومئذ أقوى جيوش العالم. بعد تولي عمر بن الخطاب الخلافة عزل خالد بن الوليد من قيادة جيوش الشام وأعاد أبا عبيدة بن الجراح إليها وجعل خالدا تحت قيادته، وقد قبل القائد البطل هذا التعديل دون تذمر لأنه كان جنديا يعمل للإسلام لا لمجده الشخصي، وإذا كان قد احتل المكان الأعلى بين قادة الفتوحات ببطولاته وانتصاراته فإنه اعتلى أعلى الذروة بقبوله العزل، وضرب أروع الأمثلة في الانضباط والطاعة، وتلك أهم صفات القادة العظام. وكانت تعليمات عمر لأبي عبيدة بعد اليرموك أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل في مطلع فتح الشام حين رتب ذلك أبو بكر الصديق. فيسير أبو عبيدة ومعه خالد بن الوليد إلى حمص، ويزيد بن أبي سفيان إلى دمشق، وشرحبيل بن حسنة إلى الأردن، وعمر بن العاص إلى فلسطين، وكل قائد يكون أميرا على منطقته التي يفتحها، على أن يكون ذلك بعد أن يشتركوا جميعا في فتح دمشق، وبعد أن نجح القادة جميعهم في فتح دمشق وأعطوا أهلها معاهدة الصلح، بقي يزيد بن أبي سفيان أميرا عليها، في حين اتجه القادة الباقون إلى مناطقهم. وفي خلال عامين فقط تم فتح الشام كله، وفي سنة 15 هجرية جاء عمر بن الخطاب إلى فلسطين ليتسلم مفاتيح بيت المقدس من البطريرك سافرونيوس، وأعطى معاهدة لأهلها هي آية في التسامح والعدل، أمنهم على عقائدهم وأموالهم وأنفسهم، وأخذ منهم نظير ذلك الجزية لرفضهم الدخول في الإسلام. وقد رفض عمر بن الخطاب أن يصلي في كنيسة القيامة، معللا ذلك بخوفه أن يأتي من المسلمين من يقول: لقد صلى عمر في الكنيسة فهي من حقنا، وهذا ظلم للمعاهدين لا يقره عمر. فتح العراق العظيم. في أثناء حروب الردة طارد المثنى بن حارثة أحد قادة المسلمين المرتدين إلى الشمال على الساحل الغربي للخليج العربي، فلما وصل إلى حدود العراق تكاثرت عليه قوات الفرس
بعد أن رأوا فشل عملائهم من المرتدين في القضاء على الإسلام، فألقوا بثقلهم في المعارك ضد المسلمين. ولما رأى المثنى أنه غير قادر بمن معه على مواجهة القوات الفارسية، أرسل إلى الخليفة يشرح له الموقف ويطلب منه المدد. فأدرك الخليفة خطورة الموقف، ورأى أن يردع الفرس ويرد عدوانهم، فرماهم بخالد بن الوليد أعظم قواده، وأردفه بعياد بن غنم. وفي المحرم من العام 12 من الهجرة، تحرك خالد بن الوليد من اليمامة، وكان لا يزال بها، بعد أن قضى على فتنة مسيلمة الكذاب، وتوجه إلى العراق، حيث خاض سلسلة من المعارك ضد الفرس في خلال عدة شهور، في ذات السلاسل، والمضار، والولجة، وأليس، وهذه أسماء الأماكن التي دارت فيها الحروب، وكان النصر حليفه فيها، ثم توج انتصاراته بفتح الحيرة عاصمة العراق في ذلك الوقت، واستقر بها في شهر ربيع الأول من العام نفسه، ثم فتح الأنبار وعين التمر إلى الشمال من الحيرة، ثم جاءته أوامر من أبي بكر أن يعود إلى الحيرة، ويستقر بها إلى أن تأتيه أوامر أخرى. وخلاصة القول أنه في خلال بضعة أشهر نجح خالد في فتح أكثر من نصف العراق، وصالح أهله على دفع الجزية، ولم يجبر أحدا على الدخول في الإسلام. وبعد أن رحل خالد بن الوليد من العراق إلى الشام ليتولى قيادة الجيوش في اليرموك، تنمر الفرس بالمثنى بن حارثة خليفة خالد على قيادة الجيش في العراق، وبدأوا في الضغط عليه، فطلب مددا من أبي بكر الذي كان مشغولا بحرب الروم. فلما تأخر رد الصديق أبي بكر على المثنى، جاء بنفسه ليعرف سبب ذلك، فوجد الخليفة على فراش المرض، فلم يستطع أن يكلمه. ولما علم بذلك الخليفة أدرك أن المثنى لم يأتي إلا لضرورة، فكان آخر كلامه لعمر بن الخطاب أن أوصاه بتجهيز جيش يرسله مع المثنى إلى العراق لصد عدوان الفرس. فعمل عمر بوصية أبي بكر، وأرسل جيشا على الفور إلى العراق بقيادة أبي عبيدة بن مسعود الثقفي. وفي شهر شعبان من السنة 13 هجرية، خاض أبو عبيد بن مسعود معركة ضد الفرس سميت بموقعة الجسر، لأن المسلمين أقاموا جسرا على نهر الفرات لعبور قواتهم البالغة 9000 جندي، وكان عبورهم النهر خطأ عسكريا جسيما وقع فيه أبو عبيد، ولم يستمع إلى نصيحة قادة جيشه ومنهم المثنى بن حارثة الذين نبهوه إلى خطورة ذلك، وأن موقف المسلمين غربي النهر أفضل وضع لهم، وليتركوا قوات الفرس تعبر إليهم، فإذا انتصروا كان عبور النهر إلى الشرق أمرا سهلا، وإذا انهزموا كانت الصحراء وراءهم يتراجعون فيها ليعيدوا ترتيب أوضاعهم. لكن أبا عبيد لم يستجب لهم، فحلت الهزيمة بالمسلمين على يد القائد الفارسي بهما جاذويه، وقتل أبو عبيد نفسه، واستشهد 4000 مسلم. بذل المثنى بن حارثة جهدا كبيرا في تأمين عبور من بقي من قوات المسلمين إلى الناحية الأخرى، وأدرك أنه لا بد من خوض معركة أخرى مع الفرس حتى لا تؤثر الهزيمة في معنويات المسلمين، وبخاصة أنها كانت أول مرة يهزمون فيها في هذه الجبهة منذ أن بدأت الفتوحات. استدرج المثنى بن حارثة قوات الفرس للعبور إلى غرب النهر، فعبروا إليه مدفوعين بنشوة النصر السابق، وظنوا أن تحقيق نصر آخر سيكون أمرا سهلا. لكن المثنى فاجأهم بعد أن استثار حمية العرب القاطنين في المنطقة، وأوقع بالفرس هزيمة كبيرة على حافة نهر يسمى البويب الذي سميت المعركة باسمه. وعلى الرغم من هذا النصر الذي أعاد به المثنى الثقة إلى قواته، فإنه أدرك بعد طول تجربة أنه لا يستطيع بمن معه من قوات أن يواجه الفرس الذين ألقوا بثقلهم كله في الميدان، فتراجع إلى الخلف ليكون بمأمن من هجمات الفرس، وأرسل إلى عمر يخبره بحقيقة الموقف. لما وصلت إلى عمر بن الخطاب تقارير المثنى عن الوضع في جبهة العراق،
عزم على الخروج بنفسه على رأس جيش كبير لينسي الفرس وساوس الشيطان كما أنسى خالد بن الوليد الروم تلك الوساوس، لكن الصحابة لم يوافقوه على رأيه، ورأوا أن الأفضل أن يبقى هو في المدينة يدير أمور الدولة ويشرف على تجهيز الجيوش ويختار واحدا لقيادة الحرب ضد الفرس، فقبل نصيحتهم وقال لهم: أشيروا علي. فأشاروا عليه بسعد بن أبي وقاص وقالوا عنه: هو الأسد في عرينه. فاستدعى سعدا وأمره على الجيش، فاتجه به سعد إلى العراق حيث عسكر في القادسية. وقبل نشوب المعركة أرسل سعد وفدا إلى بلاط فارس ليعرض الإسلام على يزدجرد الثالث آخر ملوكهم، فإذا قبله فسيتركونه ملكا على بلاده كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم باذان ملكا على اليمن، وإذا رفض الدخول في الإسلام فلن يكرهه عليه أحد، ولكن لا بد من دفع الجزية دليلا على عدم المقاومة، فإذا امتنع عن دفعها حاربوه لأنه رفض دفع الجزية، يعني عزمه على حرب المسلمين ومنعهم بالقوة من تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس. سمع يزدجرد هذا الكلام فأخذه العجب وعلته الدهشة، لأنه لم يتعود سماع مثل هذا الكلام من هؤلاء الناس، فخاطب رئيس الوفد قائلا: إني لا أعلم أمة كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم، قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي الحدود فيكفونناكم، لا تغزون فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهم، وإن كان الجهد أو الجوع دعاكم فرددنا لكم قوتا إلى خصبكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم. فقام زعيم الوفد ورد على الملك الذي كان لا يزال يتحدث بروح السيادة ومنطق الاستعلاء قائلا: إنما قلته عنا صحيح قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه، فصار فيما بيننا وبين رب العالمين، فما قال لنا فهو قول الله وما أمرنا فهو أمر الله. وقال: من تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم، ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية ثم امنعوه مما تمنعون منه أنفسكم، ومن أبى فقاتلوه. رفض الملك هذا العرض في كبرياء وصلف، ثقة منه بقدرة جيوشه بقيادة رستم على سحق هؤلاء العرب، وعاد الوفد إلى سعد بن أبي وقاص وقصوا عليه ما حدث، فاستعد هو للمعركة الحاسمة. وفي القادسية دارت رحى الحرب بين الفريقين، واستمرت 3 أيام ونصف اليوم الرابع، وأسفرت عن نصر حاسم للمسلمين، وهزيمة منكرة للفرس، وقتل قائدهم رستم، وتشتيت من نجا منهم من القاتل. وتعد معركة القادسية من المعارك الفاصلة في التاريخ، لأنها حسمت أمر العراق العربي نهائيا، وأخرجته من السيطرة الفارسية التي دامت قرونا، وعادته إلى أهله العرب المسلمين. انفتح الطريق أمام المسلمين بعد انتصارهم في القادسية إلى المدائن عاصمة الفرس، فعبر سعد نهر دجلة من أضيق مكان فيه بنصيحة سلمان الفارسي، ودخل المدائن ليجد الملك الفارسي قد فر منها، وكان قبل أيام قليلة يهدد المسلمين ويتوعدهم من قصره الأبيض، مقر ملك الأكاسرة الذي كان آية من آيات الفخامة والبهاء. وفي ذلك القصر صلى سعد بن أبي وقاص صلاة الشكر لله على هذا الفتح العظيم، وتلا في خشوع قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أرسل سعد إلى عمر بن الخطاب رسولا يبشره بالنصر وبما حازوه من غنائم، ويطلب منه السماح لهم بمواصلة الفتح في بلاد فارس، لكن عمر رفض ذلك وقال له: وددت لو أن بيننا وبينهم سدا من نار، لا يصلون إلينا ولا نصل إليهم، حسبنا من الأرض السواد
أي أرض العراق، إني آثرت سلامة المسلمين على الأنفال. اعتقد عمر بن الخطاب أن الفرس سيجنحون إلى السلام بعد هزيمتهم في القادسية واسترداد المسلمين العراق وهي أرض عربية، لكن الحوادث كثيرا ما تكون أقوى من الرجال وتدفعهم دفعا إلى تعديل سياساتهم. فقد وردت الأنباء إلى عمر أن الفرس التفوا حول ملكهم الذي هرب من المدائن واحتشدوا في جموع هائلة في نهاوند تصل إلى نحو 200,000 جندي بقيادة الفيرزان. وكانت سياسة عمر بن الخطاب أن يقف بالفتوحات الإسلامية عند حدود العراق والشام ولا يتعداها، حيث قبائل العرب التي نزحت من شبه الجزيرة العربية وأقامت هناك. أما ما وراء ذلك من أرض الفرس والروم فلم يكن للمسلمين مطمع في غزوه وفتحه، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فقد حملت حوادث الفتوحات وتطوراتها عمر بن الخطاب على تعديل سياسته اتجاه الفرس والروم. ولما وصلت أخبار استعداد الفرس جمع عمر كبار الصحابة واستشارهم في كيفية مواجهة هذا الموقف، فأشاروا عليه بتجهيز جيش لردع الفرس قبل أن ينقضوا على المسلمين في بلادهم، فعمل بمشورتهم وجهز جيشا قوامه نحو 40,000 مجاهد تحت قيادة النعمان بن مقرن. ودارت معركة نهاوند وانتهت بنصر عظيم للمسلمين وهزيمة ساحقة للفرس، وقد سمى المؤرخون المسلمون هذا النصر فتح الفتوح، لأن الفرس قد تفرقت كلمتهم وانفرط عقد دولتهم بهذا النصر. فتح الأندلس. كان الذي دعا المسلمين إلى فتح تلك البلاد هو يوليان حاكم ولاية سبتة المغربية الواقعة على ساحل البحر والخاضعة لحكم القوط آنذاك، ولم يكن المسلمون قد فتحوها. فاتصل حاكمها بطارق بن زياد حاكم طنجة وعرض عليه الفكرة، فنقلها إلى موسى بن نصير الذي اتصل بالخليفة الوليد بن عبد الملك، فأذن له الخليفة على أن يتأكد من صدق نيات يوليان وأن يرتاد البلاد بحملة استطلاعية ليعرف أخبارها قبل أن يدخلها فاتحة. كلف موسى بن نصير أحد رجاله وهو طريف بن مالك على رأس 500 جندي بدخول الأندلس وجمع ما يمكن جمعه من أخبار، كما طلب من يوليان أن يوافيه بتقرير عن أوضاع البلاد. فاتفقت معلومات طريف التي جمعها مع تقرير يوليان، وكلها تفيد أن البلاد في حالة فوضى وتعاني من الضعف العسكري، وأن الناس ينتظرون المسلمين ليرفعوا عنهم الظلم. وعاد جيش طريف سنة 61 للهجرة محملا بالغنائم. اختار موسى بن نصير للقيام بمهمة فتح الأندلس طارق بن زياد، وهو من أصل بربري لما يتمتع به من شجاعة ومهارة في القيادة. فخرج في 7,000 جندي معظمهم من البربر، وعبر المضيق الذي يفصل بين الساحل المغربي والساحل الأندلسي والذي لا يزال يحمل اسمه، ونزل على الجبل الذي حمل اسمه أيضا في شهر رجب سنة 92 للهجرة، واستولى عليه بعد عدة معارك مع القوات القوطية التي كانت تقوم بحراسته، وتوغل في جنوبي البلاد. وما إن علم الملك رودريق بنزول المسلمين في بلاده وكان في شمالي غربي البلاد مشغولا بقمع ثورة اندلعت ضده، حتى عاد مسرعا للقاء المسلمين على رأس جيش قوامه نحو 100,000 جندي. ولما علم طارق بعودة الملك طلب مددا من موسى بن نصير فأمده ب5,000، وأصبح عدد جيشه 12,000. والتقى الفريقان في أواخر شهر رمضان سنة 92 للهجرة، وحقق المسلمون نصرا حاسما. ويؤكد المؤرخون أن هذه المعركة المعروفة باسم معركة شدونة قد قررت مصير الأندلس لصالح المسلمين، لأن الجيش القوطي دحر تماما وهبطت روحه المعنوية إلى الحضيض ولم يعد قادرا على المقاومة. فانفتح الطريق أمام البطل الفاتح طارق بن زياد ليستولي على مدن مهمة مثل قرطبة وغرناطة، ووصل إلى طليطلة في وسط البلاد
وكانت عاصمة البلاد في ذلك الوقت. أرسل طارق إلى موسى بن نصير يبشره بهذه الانتصارات ويطلب منه مددا جديدة، فعبر إليه بنفسه على رأس قوة كبيرة قوامها 18,000، ونجح في فتح عدد من المدن في غربي البلاد مثل إشبيلية، وهو في طريقه إلى لقاء طارق في طليطلة. اتفق القائدان العظيمان على استكمال فتح الأندلس، فاتجه كل منهما إلى ناحية، فأخذ طارق بن زياد طريقه إلى الشمال الشرقي، في حين اتجه موسى إلى الشمال الغربي، ونجح الاثنان في غضون عامين في فتح معظم شبه الجزيرة الأيبيرية. محمد بن القاسم الثقفي، أرسله الحجاج بن يوسف الثقفي لإنقاذ نساء مسلمات، ففتح السند بأكملها. نشأ محمد بن القاسم في بيت السيادة والقيادة الحربية، فأبوه القاسم أمير على البصرة، وعمه الحجاج والي العراق، وكان العراق يموج بالحروب والفتن، وقد امتلأ الحجاج غيظا من سيرة أهل الكوفة وأهل البصرة، وخاف على جند الشام، فبنى لهم مدينة سماها واسط. يجتمع من كل جنس ولغة ولون من التجار، وفي البصرة أحاديث عن غرائب الهند وعجائب السند، عن نباتاتها وأشجارها وحيواناتها وأنهارها وبحارها. وشب الفتى على سماع صليل السيوف وغرائب الأخبار، وتلقى دروس استعمال السيف في المبارزة والفروسية والكر والفر. أسر القراصنة من أهل السند سفينة فيها عائلات مسلمات، صاحت إحداهن مستغيثة: وحجاجا. وطبعا مثل هذه الصرخة لا يمكن أن يحجبها عن أمير العراق الغيور أي شيء. بعث الحجاج وفدا إلى ظاهر ملك السند يطلب منه أن يرد إليه النساء المسلمات، فاعتذر للوفد قائلا لهم: إنهم لصوص البحر ولا أقدر عليهم. حينئذ قرر الحجاج أن يسترد النساء المسلمات بالطريقة التي يفهم بها العدو، فأعد جيشا من 6,000 جندي، وعين محمد بن القاسم أميرا عليه. تقدم محمد بن القاسم ووراءه الجنود الشجعان، يحفزهم الإيمان لتنفيذ هذه المهمة الإسلامية لإنقاذ المسلمات من أيدي الكفار، بل وإنقاذ الكفار من عبادة العباد إلى عبادة الله. أتى ابن القاسم إلى مدينة قنزبور ففتحها، ثم فتح مدينة أرمنبك في طريقه إلى مدينة الديبل، وكر اللصوص وموئل القراصنة، وهي كرتش اليوم من مدن باكستان على البحر المحيط. وكان الحجاج قد أرسل إليه أسطولا في البحر، فالتقيا يوم الجمعة كأنما كان على ميعاد، فالتقى الجيشان برا وبحرا في الديبل. وكان الخليفة الوليد بن عبد الملك قد أرسل إلى محمد بن القاسم منجنيقه الخاص في المعارك التي يخوضها، يقال له العروس، وبلغ من ضخامته أن 500 جندي كانوا يديرونه في ساعة الرمي، فنصبه مقابل الصنم الكبير، وكانوا يسمونه البت. له في قلوب أهل المدينة موقع عجيب وتأثير غريب، يعظمونه ويقربون إليه القرابين ويذبحون له الذبائح. وكانت المدينة مستديرة وفيها سارية عالية عليها راية حمراء، إذا هبت الريح طافت بالمدينة المقدسة في دورانها، فتهفو إليها أفئدة الألوف المؤلفة من أهل المدينة، وقد ركزت هذه السارية فوق بناء البد العظيم. ركز جعونة الجندي المسؤول عن المنجنيق مقابل الصنم، وعليه السارية والراية فوقه، ورمى البد بحجر ضخم فانكسرت السارية وهوت الراية، فخاف المقاتلون واندفعوا خارج السور، وحملوا على المسلمين حملة اليائس، فتلقاهم ابن القاسم برجاله
وردهم إلى داخل السور محصورين. ثم صعد الجنود على سلالم وفتحوا الحصن بالقوة بعد أن طردوا المقاتلين إلى داخل البلد. واستمر القتال 3 أيام لم يذوقوا فيها طعاما ولا نوما. وسقطت مدينة الديبل، مدينة الصنم، وقراصنة البحر. وتلقى القائد أسار المسلمين بدموع الفرح، فردهم مع أهليهم إلى ديار المسلمين، وبنى في المدينة مسجدا يرفع فيه التكبير لله وحده، وكان ذلك في سنة 89 هجرية. لم يكتف القائد بفك أسرى المسلمين وتخليص المسلمات من أيدي الكفار، بل تابع خطاه ليفتح السند كلها ليخلص السند من القراصنة، ويخلص شعب السند من عبادة العباد إلى عبادة الله الذي لا إله غيره. كان صدى سقوط مدينة الديبل بأيدي المسلمين كبيرا في السند كلها، ولما تقدم الجيش الإسلامي الظافر في السند كانت المدن تفتح أبوابها دون قتال وتقدم الميرة والأعلاف للخيول، وكان القائد لا يقصد مدينة إلا فتحت قلبها قبل أن تفتح أبوابها، لما عرف عن القائد الشاب البطل وجيشه من تسامح وأخلاق حتى في معاملة أعدائه، فأحبه كل من سمع به من أهل السند. أرسل القائد إلى الحجاج أنه يلقى الفيلة في المعارك، فأمده بقوة عسكرية، كما أرسل إليه رؤوس السباع ورؤوس فيلة ورؤوس نمور صنعت لاستعمالها حيلة من حيل الحرب لترعب العدو. أما الملك داهر ملك السند فقد كان منصرفا إلى جواريه وشرابه يغنين له ويطربنه ويرقصن بين يديه على أنغام الموسيقى، وكان وراء نهر مهران، فعبر ابن القاسم بجيشه هذا النهر. أعد داهر جيشا قوامه 50,000 مقاتل تتقدمه الفيل كأنها القلاع المتحركة، وعلى ظهورها المقاتلون كأنهم الشياطين. بدأ القتال حاميا كأشد ما يكون، وقد ركزت الرماح على الفيل تطعنها وتفقأ عيونها وتضرب خراطيمها، فكانت بلاء على جيش داهر، فنزل عنها ورأى أن الأرض أثبت من ظهر الفيلة، فترجل والمقاتلون الهنود حوله يدافعون عنه بما استطاعوا، فكنت لا تسمع إلا زعيق الفيلة وصهيل الخيول وقعقعة السلاح وصليل السيوف وقصف الرماح وصراخ الجرحى من الهنود وعويلهم. واستمر القتال ضاريا كأن أسودا تفتك بالأفوال وفيالها، والأفيال تعجن الهنود بأقدامها الغليظة عجنا، والخيل تدوس البطون والأبدان والرؤوس. وتقدم داهر يلوح بترسه ويطوح بسيفه، وحوله الهنود تحميه وتفديه. وكان في جيش المسلمين أبطال، واحد يعد بعشرة، وآخر يعد بمئة، وثالث يعد بألف. وكان من بين هؤلاء الأبطال القاسم بن عبد الله بن ثعلبة الطائي، سيفه صدئ لا يروق منظره للعين، وكان إذا ضرب صار الضريب نصفين. هزه وقال: أنا الذي سأبارز القائد. وكان داهر يصول ويجول في ميدان المعركة، والمقاتلون في حركة دائبة، والغبار يحجب الضوء ثم يسمح له. في هذا الجو العكر تقدم القاسم من داهر، وكل منهم ينظر نظر الشزر إلى صاحبه، ثم هجما وكأن أسدين ضرغامين يصولان، ثم انقض القاسم بسيفه فخر داهر قتيلا، فهرب الجنود من كل وجه في كل الدروب. فقال القاسم مفتخرا: الخيل تشهد يوم داهر والقنا، ومحمد بن القاسم بن محمد، أني خرجت الجمع غير معرد، حتى علوت عظيمهم بمهند، فتركته تحت العجاج مجندلا، متعفر الخدين غير موسد. توجه المسلمون إلى حصن أشبهار وحاكمه بهزدار، فاستعصى عليهم، وبينما كان جندي يصلي لله وهو يحرس، جاء كلب وأمسك بجراب فيه خبز ولحم وانطلق به راكدا، وفي الحال كان الجندي قد انتهى من صلاته، فلحق بالكلب وتبع أثره يتعقبه.
إذ بالكلب يدخل في ثغرة تؤدي إلى المدينة. نقل الخبر إلى قائده محمد بن القاسم، فدخل المدينة ليلا بجنوده من هذا المكان، وفتحوا الأبواب وتدفق الجيش واحتل المدينة. تابع القائد مسيرته الجهادية إلى مدينة الملتان وفيها البد الأعظم، وقد بلغ من ضخامته أن عدد سدنته بلغ 6000 كاهن ليقيموا الشعائر والمناسك البوذية. حاصرهم الجيش الإسلامي فقاتلوه بشراسة مذهلة، ثم قطع عنهم الماء فعطشوا وخافوا، ودخل الفاتحون المسلمون البلد، فإذا هم يصيبون ذهبا جمعه أولئك الرهبان. فأمر القائد أن يجمع الذهب في بيت طوله 10 أذرع وعرضه 8 أذرع، كل ذلك الذهب من جشع الرهبان واستغلال منصبهم الديني لابتزاز الناس، كما يفعل اليوم القائمون على المزارات والقبور، وسميت الملتان مدينة الذهب. بقيت أمام بطل السند مدينة الكيرش وملكها دوهر، وكان أشهر من داهر في ملكه وقوته وسلطانه، فأتاه ابن القاسم فاتحا، وكان بينهما اللقاء، وكانت الفيلة معقد آمال النصر لداهر مع كثافة جيشه وقوة بأس المقاتلين من جيشه. وبدأت الحرب، لمع الأسن وبريق النصال والصياح في الدفاع والهجوم، والفر والكر والزمزمة والكشكشة والبربرة وزعيق الفيلة وصراخ الهنود بلغاتهم وانخاء بعضهم وتشجيع بعض. كل ذلك لم يفد الكافرين شيئا، فهزموا وقتل دوهر. وهناك هزت الحماسة الشاعر فقال مفتخرا: نحن قتلنا ظاهرا ودوهرا، والخيل تردي منسرا فمنسرا. وصل الجيش الإسلامي إلى سد الإسكندر الكبير المكدوني، وقد نفق الكثير من خيل المسلمين في هذه المنطقة، فكتب القائد إلى الحجاج أن خيل جيشه تنفق. وكان عند الحجاج طبيب بيطري حاذق، فقال: هذا وباء الخيل ودواؤه الخل. فأرسل الحجاج 5000 رأس خيل، وحمل 2000 بعير خلا في القرب، وأرسلها إلى القائد المظفر. ويموت الوليد، ويقوم من بعده أخوه سليمان، وتنطفئ هذه الشعلة المتوقدة في ريعان شبابها نتيجة حزازات شخصية. فسلام الله على محمد بن القاسم فاتح السند في الفاتحين، وسلام عليه في الخالين. فتح أوروبا ب80 مجاهدا. القائد العثماني أورخان غازي. هذه قصة انتقال العثمانيين إلى روملي، أي إلى قارة أوروبا، وذلك في عهد السلطان أورخان بن السلطان عثمان مؤسس الدولة العثمانية. كانت الغرفة الكبيرة مملوءة برؤساء عشيرة قابي وبرجالها البارزين. كان الجميع في انتظار رئيسهم أورخان الذي أرسل يستدعيهم ليشاورهم في أمر هام لم يفصح عنه. ما الأمر؟ لماذا استدعاهم كلهم؟ أهناك معاهدة جديدة مع البيزنطيين يريد أن يأخذ رأيهم حولها؟ لم يكن أحد يدري، وكان الهمس يدور بين الجميع. ما لبث الهمس أن توقف عندما دخل رئيس العشيرة الغرفة، يتبعه ابنه الأكبر سليمان باشا. سلم على الجميع بسلام الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردوا عليه السلام وهم يتطلعون إليه وينتظرون حديثه. أجال زعيمهم أورخان نظره بين الجالسين، ثم بدأ حديثه معهم قائلا: يا إخواني ويا أصدقاء السلاح، تعلمون أننا استولينا على مدينة بورصة وجعلناها عاصمة لمملكتنا، فحققنا بذلك وصية والدنا المرحوم عثمان، كما وفقنا الله تعالى لفتح جميع حصون ومعاقل الروم في هذه المنطقة، حتى اضطر إمبراطورهم
يوانس كانتكوزينوس السادس إلى عقد الصلح معنا. ولكن لا يكفي هذا يا إخواني، إذ علينا أن نعبر إلى روملي لنستمر في الفتوحات هناك أيضا، فما رأيكم وما قولكم؟ قام الغازي فاضل بيك وكان من قواد العشيرة وهتف وقد أخذ منه التأثر كلما أخذ: الله أكبر الله أكبر، لقد كنا ننتظر هذه البصرة منذ وقت طويل، بارك الله فيكم ونحن جميعا من ورائك. وسار الانفعال والحماسة إلى الآخرين، فقام كل واحد يحتضن الآخر ويهنئه. هنا مال سليمان وهمس في أذن والده أورخان: ألا تجعلني على رأس هذه الحملة يا أبي؟ ابتسم الوالد من رغبة وطموح ابنه الشاب، ولكنه تردد قليلا، فهذه الحملة تحتاج إلى حكمة قائد وإلى تجربة شخص متمرس، لذلك فقد استشار قواده. إن ابني سليمان يرغب في قيادة هذه الحملة، فماذا ترون؟ كان قواده يعرفون الأمير سليمان حق المعرفة، ويعرفون بسالته وشجاعته في المعارك التي خاضها معهم، لذا قالوا جميعا: حسنا يفعل، ونحن تحت إمرته وطوع بنانه. إذن نوليه هذه القيادة بعد التوكل على الله، ولكن يا إخواني أرجو أن تساعدوه وأن تشيروا عليه أن يستشيركم في كل أمر في هذه الحملة، وانفض الاجتماع. وفي صباح أحد الأيام كانت هناك حركة دائبة في معسكر المسلمين، إذ حدت السيوف والرماح ولبست الدروع وتعالى صهيل الخيول، وبعد قليل توجه فرسان الإسلام إلى الشمال ينهبون الأرض نهبا حتى انتهى البر وظهر أمامهم البحر، البحر الذي يفصلهم عن قارة أوروبا، عن قارة جديدة سينشرون فيها الإسلام. عسكر المسلمون هناك ريثما يجدون حلا لعبور هذا البحر. كان الأمير سليمان دائم التفكير في كيفية حل هذه المشكلة، وبينما هو واقف في الساحل يتطلع ساهما إلى الضفة الأخرى في البحر، اقترب منه الغازي فاضل بيك ومعه الفارس أجاباي وسأله: بماذا تفكر أيها الأمير؟ أفكر في كيفية عبور هذا البحر إلى الضفة الأخرى دون أن يشعر الأعداء بذلك. إن أصدرتم لنا أمركم فسنعبر نحن. كيف ومن أين؟ علمنا أن هناك مضيقا قريبا نستطيع العبور عنده، ويوجد لهم حصن هناك. حسنا اعبروا إذن، ولكن في مهمة استطلاعية في أول الأمر. ذهبوا إلى المضيق وصنعوا هناك طوفا صغيرا من جذوع الأشجار، وعندما حل المساء ركب الغازي فاضل بيك والفارس أجاباي مع عدد قليل من الفرسان هذا الطوف، وانتقلوا به إلى الضفة الأخرى. وهناك رأوا أحد الأشخاص وهو نائم فألقوا القبض عليه ورجعوا به إلى قائدهم سليمان باشا. كان هذا الأسير يرتجف من الخوف، إذ أيقن أنهم سيقتلونه، ولكن سليمان باشا هدأ من روعه وأطعمه وأهدى إليه حلة جديدة وهدايا أخرى جعلته يطير من الفرح، ثم سأله مسألة: أتستطيع أن تدلنا على منفذ نستطيع الدخول منه إلى الحصن دون أن يحس بنا أحد؟ أجل سيدي أستطيع ذلك، إذ أنني أعرف الحصن جيدا. لو فعلت هذا وتحققنا من صدق كلامك فسأجزل لك العطاء. أنا أعدكم يا سيدي لن يحس بنا أحد. وسرعان ما أصدر سليمان باشا أمره بصنع أطواف أخرى أكبر حجما. وفي مساء اليوم الثاني وبعد أن تم صنع الأطواف اختار 80 صنديدا من فرسانه ركبوا الأطواف وانتقلوا به في جنح الظلام إلى الضفة الأخرى بكل هدوء ودون إحداث جلبة، وهناك دلهم الشخص على ممر سري. تسلل سليمان باشا وجنوده 80 إلى الحصن بكل هدوء،
كان الموسم موسم حصاد وجمع للفواكه، لذا فقد كان أكثر سكان الحصن في البساتين والحقول المحيطة بالحصن، لذا فلم يصعب عليه الاستيلاء على الحصن، ولم تتيسر المقاومة للأعداء، فاستسلموا، فحقنوا بذلك دماءهم، إذ لم يتعرض لهم المسلمون بأي أذى. ولم يدع سليمان باشا الوقت يمر دون فائدة، فأرسل بعض رجاله حيث استولوا على السفن الراسية هناك والعائدة للحصن، وانتقلوا بها إلى الضفة الأخرى، ونقلوا بقية الجنود الموجودين هناك. وقبل أن ينتشر هذا الخبر، أي خبر استيلاء المسلمين على الحصن، هاجم المسلمون حصنا آخر قريبا وفتحوه أيضا، فأصبحوا يملكون حصنين كبيرين كموضع قدم لهم في قارة جديدة يطؤونها لأول مرة. كانت هذه هي البداية، بداية انتشار المسلمين في قارة أخرى ستكون لهم فيما بعد صولات وجولات وفتوحات كبيرة. فتح القسطنطينية. رأى السلطان محمد الفاتح أن فتح القسطنطينية كما أنه يحقق أملا عقائديا عنده، فإنه أيضا يسهل للدولة العثمانية فتوحاتها في منطقة البلقان، ويجعل بلاده متصلة لا يتخللها عدو. وكانت القسطنطينية تمثل الأرض التي تعترض طريق الفتوحات في أوروبا، فبدأ في عاصمته أدرنة الاستعداد لعملية فتح القسطنطينية، ومن ذلك صب المدافع خاصة الضخمة منها، والاستعداد لنقل هذه المدافع إلى أسوار مدينة القسطنطينية. ثم رأى السلطان محمد أن جده بايزيد الصاعقة كان قد بنى أثناء محاولته فتح القسطنطينية قلعة على الضفة الأسيوية من البوسفور، سماها أناضول حصارة، أي قلعة الأناضول، كانت تقوم على أضيق نقطة من مضيق البوسفور. فقرر محمد أن يبني في مواجهة هذه القلعة على الجانب الأوروبي من البوسفور قلعة سماها روملا حصارة، أي قلعة منطقة الروم. يطلق الأتراك على الجانب الأوروبي من تركيا والمنطقة الملاصقة له والمعروفة الآن باسم البلقان، اسم روم إيلا، أي منطقة الروم. وكان القصد من هذا هو التحكم في البوسفور تماما. وكان السلطان محمد هو الذي وضع بنفسه تخطيط هذه القلعة، ونفذها المعماري مصلح الدين آغا، ومعه 7000 عامل أنهوا مهمتهم في 4 أشهر كاملة. وبعد أن تم البناء خرج بعض الجنود العثمانيين لرؤية القسطنطينية، فما لبث أن وقع بينهم وبين البيزنطيين المجاورين لأسوار المدينة بعض حوادث شغب كان لها رد فعل عند السلطان محمد، فأصدر أوامره بإبعاد البيزنطيين المجاورين للأسوار والقرويين المجاورين للمدينة. فقام إمبراطور بيزنطة قسطنطين دركازير بإخلاء القرى المجاورة، وسحب سكانها إلى داخل المدينة، ثم أمر الإمبراطور بإغلاق أبواب القسطنطينية وإحكام رتاجها. وبينما الاستعدادات العثمانية تجري على قدم وساق في أدرنة لفتح القسطنطينية، كان الوضع في المدينة غاية في الاضطراب، فقد طلب الإمبراطور قسطنطين معونة عاجلة من البابا نيقولا الخامس، فاستجاب البابا وأرسل الكاردينال إيزودور إلى القسطنطينية، فتوجه هذا الكاردينال وهو كاثوليكي إلى كنيسة آيا صوفيا، وأقام فيها المراسم الكنسية على الأصول الكاثوليكية، مخالفا بذلك بل ومتحديا مشاعر شعب القسطنطينية الأرثوذكسي. وقف الشعب ينظر إلى الكاردينال المنقذ باشمئزاز بالغ، وكان إمبراطور القسطنطينية يميل إلى فكرة اتحاد الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية. أما رئيس الحكومة لوكاس نوتاراس وغناديوس الذي صار بطريقا بعد الفتح، فقد عارض بشدة هذا الاتحاد خوفا على الأرثوذكسية من الفناء. وقال نوتاراس قولته الشهيرة: إني أفضل رؤية العمامة التركية في القسطنطينية
على رؤية القبعة اللاتينية. ولم يكن البيزنطيون قد نسوا الأعمال الوحشية التي قام بها اللاتين عندما احتلوا القسطنطينية عام 601 هجرية، ومع ذلك فإن الكنيسة اللاتينية لم تتوانى عن إرسال موجات المتطوعين إلى القسطنطينية بناء على طلب إمبراطورها. لكن مجيء إيزودور لم يحقق أدنى نتيجة في مسألة اتحاد الكنيستين. حاصر العثمانيون القسطنطينية برا وبحرا في سنة 857 هجرية، واشترك في الحصار من الجنود البحرية 20,000 جندي على 400 سفينة، أما القوات البرية فكانت 80,000 جندي، والمدفعية 200 مدفع. وقفت القوات البحرية العثمانية بقيادة بلطا أوغلو سليمان بيك على مدخل الخليج الذهبي، وكان عليه تدمير الأسطول البيزنطي المكلف بحماية مدخل الخليج، وكان البيزنطيون قد أغلقوا قبل الحصار الخليج بسلسلة حديدية طويلة يصعب من جرائها دخول أي سفينة إلى الخليج، مما شكل أكبر معضلة أمام العثمانيين، لأن سفنهم كان عليها أن تحمل الجنود وتدخل الخليج لإنزالهم لكي يضربوا القسطنطينية. ثم جاءت 3 سفن جنوبية وسفينة بيزنطية بقيادة القائد الشهير جوستينياني أرسلها البابا للدفاع عن القسطنطينية ولنقل الإمدادات إليها. جاءت هذه السفن ولم تستطع البحرية العثمانية منعها، فبعد معركة عنيفة مع البحرية العثمانية تغلب جوستينياني ومضى بسفنه إلى الخليج، ففتح لها أهل القسطنطينية السلسلة الحديدية وأدخلوها، وكانت هذه الحادثة دافعا لكي يفكر السلطان محمد في خطة عسكرية شهد لها القواد العسكريون بالبراعة. كانت هذه الخطة تقضي بنقل 67 سفينة من السفن الخفيفة عبر البر من منطقة غلطة إلى داخل الخليج لتفادي السلسلة، وتمت هذه العملية بوضع أخشاب مطلية بالزيوت على طول المنطقة المذكورة، ثم دفعت السفن لتنزلق على هذه الأخشاب في جنح الظلام بعد أن استطاعت المدفعية العثمانية بإطلاق مدافع الهاون أن تشد انتباه البيزنطيين إليها، ومن ثم لم يلتفت أحد لعملية نقل السفن إلى الخليج. نقلت السفن وأنزلت إلى الخليج، ووضعت الواحدة تلو الأخرى على شكل جسر على عرض الخليج حتى استطاع الجنود الانتقال عليها وصولا إلى بر القسطنطينية. وما إن جاء الصباح إلا وتملكت الدهشة أهل القسطنطينية. ويصف المؤرخ دوكاس وهو بيزنطي عاصر الحادثة دهشته من هذه العملية قائلا: إنها لمعجزة لم يسمع أحد بمثلها من قبل، ولم يرى أحد مثلها من قبل. وبعد أن فشلت البحرية العثمانية في إحباط محاولة جوستينياني دخول الخليج، لم يملك السلطان محمد إلا الأمر بالهجوم العام الذي اشتركت فيه كل القوات العثمانية مرة واحدة. وقبل هذا مباشرة أرسل السلطان محمد إلى الإمبراطور للمرة الثانية يطلب منه تسليم المدينة سلما حقنا للدماء، وللإمبراطور أن ينسحب إلى أي مكان يريده بكل أمواله وخزائنه. وتعهد السلطان محمد بتأمين أهل القسطنطينية في هذه الحالة على أموالهم وأرواحهم وممتلكاتهم، لكن الإمبراطور بتحريض من الجنويين رفض هذا العرض. وفي 16 من ربيع الأول 857 هجرية أراد ملك المجر أن يضغط على السلطان محمد في هذا الوقت الحرج، فأرسل يقول له إنه في حالة عدم توصل العثمانيين إلى اتفاق مع إمبراطور القسطنطينية، فإنه أي ملك المجر سيقود حملة أوروبية لسحق العثمانيين، ولم تغير هذه الرسالة شيئا. مضى نهار يوم 28 من مايو هادئا، وعند الفجر وبعد الصلاة مباشرة اتجه السلطان محمد إلى مكان الهجوم، ومع دوي المدافع الضخمة الذي بدأ صدر الأمر السلطاني بإخراج العلم العثماني من محفظته، وهذا يعني عند الأتراك الأمر ببداية الهجوم العام.
واستطاعت المدافع أثناء ذلك إحداث فتحة في الأسوار، ثم اجتاز الجنود العثمانيون الخنادق المحفورة حول القسطنطينية واعتلوا سلالم الأسوار، وبدأ الجنود يتدفقون على ثلاث موجات اشتركت الإنكشارية في الثالثة منها. فاضطر قسطنطين أن يدفع بقواته الاحتياطية التي كانت مرابطة بجوار كنيسة الحواريين سانت أبوترس، مكان جامع الفاتح بعد ذلك، لتدخل المعركة. وما لبث أن أطلق جندي عثماني سهمه فأصاب القائد جوستينياني إصابة بالغة، فانسحب جوستينياني من ميدان المعركة رغم توسلات الإمبراطور له، لأن جوستينياني كان له دور كبير في الدفاع عن المدينة، وكان أول شهداء العثمانيين هو الأمير ولي الدين سليمان الذي أقام العلم العثماني على أسوار المدينة البيزنطية العريقة. وعند استشهاده أسرع 18 جنديا عثمانيا إليه لحماية العلم من السقوط، واستطاعوا حمايته حتى واصل بقية الجنود تدافعهم على الأسوار، وثبت العلم تماما على الأسوار بعد أن استشهد أيضا هؤلاء 18 جندي. أثناء ذلك كان العثمانيون يواصلون تدفقهم إلى المدينة عن طريق الفتحات التي أحدثتها المدفعية في الأسوار، ثم عن طريق تسلم السلالم التي أقاموها على أسوار المدينة. وتمكن جنود آخرون في رفع السلاسل الحديدية التي وضعت في مدخل الخليج لمنع السفن العثمانية من الوصول إليها، فتدفق الأسطول العثماني إلى الخليج وبعد ذلك إلى المدينة نفسها، وساد ذعر البيزنطيين، وكان قد قتل منهم من قتل وهرب من استطاع إلى ذلك سبيلا. عندما دخل محمد الفاتح المدينة أمر بإحراق جثث القتلى تفاديا للأمراض، وصار على ظهر جواده إلى كنيسة آيا صوفيا حيث تجمع الشعب البيزنطي ورهبانه، وما إن علموا بوصول السلطان الفاتح حتى خروا سجدا راكعين بين أنين وبكاء وعويل. ولما وصل الفاتح نزل من على ظهر حصانه وصلى ركعتين شكرا لله على توفيقه له بالفتح، ثم صار يقصد شعب بيزنطة ورهبانه. ولما وجدهم على هذه الحالة من السجود انزعج وتوجه إلى رهبانهم قائلا: قفوا استقيموا، فأنا السلطان محمد، أقول لكم ولجميع إخوانكم ولكل الموجودين هنا، إنكم منذ اليوم في أمان في حياتكم وحرياتكم، وهذا ما سجله مؤرخ بولوني كان معاصرا. وكان لهذا التصرف من الفاتح أثر كبير في عودة المهاجرين النصارى الذين كانوا قد فروا من المدينة، وأمر الفاتح قواده وجنوده بعدم التعرض للشعب البيزنطي بأذى، ثم طلب من الناس العودة إلى ديارهم بسلام، وحول آيا صوفيا إلى جامع على أن تصلى فيه أول جمعة بعد الفتح. كان الفتح يوم ثلاثاء، وكانت آيا صوفيا أكبر كنيسة في العالم وأقدم مبنى في أوروبا كلها، وسميت المدينة إسلامبول أي مدينة السلام. كان سلوك الفاتح عندما دخل القسطنطينية ظافرة سلوكا مختلفا تماما عما تقول به شريعة الحرب في العصور الوسطى، وهو نفي شعب المدينة المفتوحة إلى مكان آخر أو بيعه في أسواق النخاسة. لكن الفاتح قام بما عجز عن فهمه الفكر الغربي المعاصر له من تسامح ورحمة، فقد قام بالآتي: أطلق سراح الأسرى فورا نظير مقابل مادي قليل يسدد على أقساط طويلة الأمد، وأسكن الأسرى الذين كانوا من نصيبه في المغانم في المنازل الواقعة على ساحل الخليج. وعندما أبيحت القسطنطينية للجنود 3 أيام عقب الفتح كان هذا الإذن مقتصرا على الأشياء غير المعنوية، فلم تغتصب امرأة ولم يمس شيخ ولا عجوز ولا طفل ولا راهب بأذى، ولم تهدم كنيسة ولا صومعة ولا دير ولا بيعة، مع أن المدينة أخذت بالحرب ورفضت التسليم. وكان من حق الفاتح قانونا ما دامت المدينة قد أخذت عنوة أن يكون هو نيابة عن الجيش الفاتح مالكا لكل ما في المدينة،
وأن يحول نصف الكنائس والبيع على مدى زمن طويل إلى جوامع ومساجد، وأن يترك النصف الآخر لشعب المدينة على ما هو عليه. وفي وقفيات السلطان محمد الفاتح بنود كثيرة على بقاء أديرة جوكاليجا وآيا وليبس وكيراماتو وأليكس في يد البيزنطيين، واعترف لليهود بملكيتهم لبيعهم كاملة، وأنعم بالعطايا على الحاخام موسى كابسالا، وعين في سنة 865 هجرية للجماعات الأرمينية بطريقا يدعى يواكيم ليشرف على مصالح الأرمن ويوحد صفوفهم. وبدأ في أعمال تعمير المدينة ابتداء من 23 من ربيع الأول سنة 857 هجرية، كان الفتح يوم 29 من مايو من العام نفسه، وأمر بنقل جماعات كثيرة من مختلف أنحاء الدولة إلى القسطنطينية للإسهام في إعادة إنعاشها، وأعاد للأرثوذكس كرامتهم التي أهدرها اللاتين الكاثوليك بأن أعطاهم حق انتخاب رئيس لهم يمثلهم ويشرف على شؤونهم، وأصبح سكولاريوس غناديوس أول بطريق لهم بعد الفتح العثماني للقسطنطينية، وبذلك أنقذ الفاتح إيمان الأمة التي فتح ديارها، وأحيا الأرثوذكسية بعد أن أخذت تخفت، وجعل الفاتح مسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث وأمور الوفاة الخاصة بأهل المدينة المفتوحة من حق الجماعات الدينية المختصة، وكان هذا امتيازا منعدم النظير في أوروبا في ذلك الوقت.